يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، ونشرة رياضية إخبارية جديدة من قناتكم المفضلة دائما قناة النادي الأهلي. أكيد كالعادة عندنا العديد من الأخبار والموضوعات اللي هنتكلم فيها واللي هنقولها لحضراتكم إن شاء الله خلال النشرة النهاردة، سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي كمان. لكن الأهم دايما إن احنا نبتدي بأخبار النادي الأهلي وكل ما يخص النادي في جميع الجوانب، وبالتحديد إن احنا مقبلين على مباراة مهمة جدا جدا بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا والجولة الثالثة في هذه البطولة ودوري المجموعات بالتحديد ودور ال 16. النادي الأهلي عنده مواجهة مهمة جدا مع فريق تاونشيب، زي ما احنا عارفين الموقف صعب شوية بالنسبة للنادي الأهلي، لكن إن شاء الله هيكون رجالة النادي الأهلي هيكونوا في الموعد ويقدروا إن هم يتداركوا الموقف بالنسبة للفريق. لكن الأهم خلينا نتكلم في أخبار الفريق الأول، ويمكن الخبر الأول معايا ويخص ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي والعائد من إعارة من سموحة. النادي الأهلي يغرم ناصر ماهر ماديا. قصة ناصر ماهر، يعني البعض أو الفترة الأخيرة بالتحديد ناس كتير جدا بتتكلم عن ناصر ماهر وإنه زعلان إنه عايز يمشي إنه جاي له عروض، لكن الأمر مش كده خالص. يعني ناصر ماهر يمكن جاي له بعض العروض، لكن الجهاز الفني متمسك بيه بشكل كبير جدا، وخصوصا هو أحد اللاعبين المميزين جدا، ويمكن شفناه الموسم الماضي مع فريق سموحة أدى موسم أكثر من رائع وقدر إن هو يساهم مع سموحة في العديد من المباريات، وطبعا أداؤه كان رائع جدا. فبالتالي كان قرار الجهاز الفني عودة ناصر ماهر للنادي الأهلي، فبالتالي صعب جدا ان النادي الاهلي يتخلى عن ناصر ماهر خلال الفتره المقبله، حتى لو جاله هو اوريدي جاله عروض كتير، بس الجهاز الفني خلاص قرر ان ناصر ماهر هيكون متواجد واحد العناصر المهمه بالنسبه للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. لكن العقوبه الماديه بالنسبه لناصر ماهر كانت ليه؟ ناصر ماهر بعد العوده من كرواتيا يمكن تغيب عن التدريبات، طبيعي جدا الكابتن محمد يوسف مدير الكره والمدرب العام في النادي الاهلي ان هو يوقع عليه عقوبه ماليه طبقا للائحه. فبالتالي النهارده ناصر ماهر، خليني اقول لكم ان كان متواجد في المران الصباحي اللي كان الساعه 9 الصبح، جه وقبل التمرين الصبح اعتذر للجهاز الفني كابتن محمد يوسف ومستر باتريس كارتيرون، اعتذر لهم وقال ان الموقف ده اكيد مش هيتكرر تاني، واكيد الله تعدي ومفيش اي حاجه. خلاص ناصر ماهر متقبل طبعا العقوبه لانه غلط، طالما ما التزمش يبقى اكيد غلطان، طالما غلطان يبقى لازم هيوقع عليه عقوبه ماليه طبقا للائحه اللي موجوده في جهاز الكره، وده اللي قرره كابتن محمد يوسف مدير الكره. والنهارده كمان شارك في التدريبات ناصر ماهر صباحا بشكل مميز وبشكل قوي جدا. فاذا خلاص دي قصه ناصر ماهر نقفلها خالص والموضوع انتهى بالنسبه له، عقوبه ماليه طبيعيه جدا بالنسبه لناصر ماهر. ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق وان هو يتعلم من اخطائه علشان يكون متاح بشكل مناسب بالنسبه للجهاز الفني خلال الفترات المختلفه المقبله ضمن مجريات المباريات الرسمية في الموسم الجديد بالنسبة للنادي الأهلي. دي قصة ناصر ماهر. خلينا نروح بقى لقصة تانية ويمكن مهمة جدا، وهي خاصة باللاعب سعد سمير. البعض يمكن الفترة اللي فاتت اتكلم ان سعد سمير مش عايز يجدد، سعد سمير جاي له عروض وعايز يمشي. خلينا اقول لكم الحقيقه بالظبط واللي حصل، بس خلينا اقول لكم الخبر ده الاول وهو خاص بسعد سمير. ان وليد سليمان النهارده كتب تويته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وحساب الشخصي الخاص بيه، وقال ان سعد سمير جدد بالفعل للنادي الاهلي، وكل ما يقال ويثار خلال اليومين اللي فاتوا دول ان سعد سمير هيمشي ده مش حقيقي. وليد قال ان انا شفته بنفسي ان هو بيجدد مع النادي الاهلي. خليني اقول لكم بقى القصه بالظبط بالنسبه لسعد سمير كانت ماشيه ازاي. سعد سمير مجدد للنادي الأهلي منذ مباراة منانا، مباراة منانا اللي كانت في دور 32 من دوري أبطال أفريقيا، والمباراة الأولى بالتحديد المباراة الأولى كانت في القاهرة، والنادي الأهلي تقريبا في الوقت ده كسب 4-0. بعد المباراة مباشرة سعد سمير جدد عقده مع النادي الأهلي. الامور كانت ماشيه ازاي بالظبط؟ كابتن سعيد عبد الحفيظ كان قاعد مع سعد سمير، حسام عاشور، وليد سليمان، وهم طبعا لاعبين مهمين جدا. كابتن سعيد عبد الحفيظ اللي هو كان مدير الكره في الوقت ده، فقعد معاهم وكان عايز يجدد، وكان واخد قرار من قبل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ان احنا عايزين نجدد لاولاد النادي وعايزين نحافظ عليهم بشكل كبير. وزي ما احنا عارفين سعد سمير احد ابناء النادي الاهلي المهمين جدا واللي مستواه ثابت بشكل كبير جدا، واحد العناصر الاساسيه والهامه بالنسبه للنادي الاهلي ولمنتخب مصر. فبالتالي كابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره في هذا التوقيت قال لسعد بالظبط كده، يا سعد الكابتن محمود الخطيب قال ان احنا عايزين نجدد لك عقدك الفتره دي علشان
احافظ على اولاد النادي وانت احد ابناء النادي الاهلي. سعد سمير قال له طب فين العقود يا كابتن؟ هات العقود انا امضي على طول. قال له لا هات لي العقود وانا هوقع حالا دلوقتي. قال له يعني من غير اي؟ قال له لا مفيش اي حاجه خالص، انا هوقع دلوقتي واجدد للنادي الاهلي. فكابتن سيد عبد الحفيظ في التوقيت ده كمدير الكره كلم كابتن محمود الخطيب، قال له رد سعد سمير كان كذا كذا كذا، قال لي هات العقود عشان امضي. كابتن طبعا محمود الخطيب رئيس النادي انبسط جدا من رد فعل سعد سمير، وقال ان ده كان شيء متوقع من لاعب بحجم سعد ولاعب باهميه سعد واحد ابناء النادي الاهلي، واكيد عنده انتماء كبير جدا بالنسبه للنادي الاهلي. فبالتالي ده السيناريو او دي القصه بالظبط اللي حصلت لسعد سمير او الموضوع التجديد الخاص بيه. اذا كل ما يتردد خلال الفتره دي ان سعد سمير مش عايز يجدد او سعد سمير لسه بيماطل في التجديد مش صحيح اطلاقا، مفيش اي شروط عند سعد سمير. اللاعب اكيد عارف او ابناء النادي الاهلي وكل اللاعبين المتواجدين داخل النادي دايما بيبقوا متاكدين ان الاداره هتقدرهم بشكل جيد. لجنه الكوره كمان انبسطت جدا من رد فعل سعد سمير، قالت او من المتوقع ان هي اكيد هتقدره بشكل جيد جدا. اذا سعد سمير مجدد عقده مع النادي الاهلي ووقع على بياضه، ويمكن الكلام ده اللي اكده كمان وليد سليمان، ودي معلومات كمان انا باكدها لكم من خلال ان انا بحكي لكم كل التفاصيل عشان ننفي كل الاشاعات اللي بتتقال عن لاعب مهم زي سعد سمير واحد الركائز الاساسيه في صفوف النادي الاهلي في خط الدفاع، واللي بصراحه مستواه ثابت جدا خلال الفترات اللي فاتت. فبالتالي الامور زي ما قلت لكم بالنسبه لسعد سمير خلاص محسومه، كل الاشاعات اللي بتتقال خلال الفتره اللي فاتت دي غير صحيحه بالمره. تم التجديد في نفس الوقت بالنسبه لسعد ووليد سليمان وحسام عاشور لو تفتكروا الفتره دي اللي كان فيها كلام كتير على احمد فتحي وعبد الله السعيد، لكن ولاد النادي جددوا بشكل مباشر على طول من غير اي شروط ومن غير اي تفكير، وده اللي اعتدنا عليه من اولاد النادي وبالتحديد من بعض اللاعبين المميزين جدا سواء سعد سمير وحسام عاشور ووليد سليمان. هو مش احد اولاد النادي الاهلي، لكن وليد سليمان بصراحه لعيب كبير جدا وتحس ان هو اصلا مولود جوه النادي الاهلي وانتمائه كبير زي ما احنا عارفين. اللي هيحصل بقى الفتره الجايه ايه؟ الفتره الجايه كابتن محمد يوسف هيتولى الملف ده بحكم ان هو مدير الكره الحالي والمدرب العام كمان، لكن تحديد الملف ده بيبقى هو مدير الكره. كابتن محمد يوسف هيتولى الجزئيه دي وهيتكلم مع سعد في مده العقد هتبقى قد ايه. الكلام اللي عرفناه ان خلاص يعني قالوا لسعد احنا عايزين نجدد 4 سنين، لو انت عايزهم 5 احنا ما عندناش مشكله. الكلام ده معناه ايه؟ ان سعد لما هيجدد 4 سنين، سعد دلوقتي عنده 29 سنه، 4 سنين هيبقى عنده قد ايه؟ هيبقى عنده 33 سنه، داخل في ال 34 سنه. وقالوا له كمان لو عايز يبقى 5 سنين احنا ما عندناش مشكله ونتمنى. ده معناه ان النادي مقدر جدا سعد سمير ومقدر جدا ان هو احد ابناء النادي الاهلي وبيتمنى اعتزال النادي سعد سمير داخل جدران النادي الاهلي. يبقى مده العقد هيتم حسمها خلال الفتره الجايه في بيئه التنسيق ما بين لجنه الكره والكابتن محمد يوسف مدير الكره، وايضا من خلال الحديث مع سعد سمير. لكن الامور دي كلها هتحسم بعد الانتهاء من مباراه فريق التاونشيب والمباراه الغايه في الاهميه. ويمكن سعد كان ممكن يتكلم او كان من الوارد ان هو يتكلم ويوضح هذه الامور لجمهور النادي الاهلي وبعض الاشاعات اللي بتتردد عليه، لكن طبعا نظرا للمباراه الهامه امام فريق تاونشيب فبالتالي التركيز كان مهم جدا بالنسبه للاعبين. لكن اللي انا حكيته لكم كده بالظبط ده كل اللي حصل فيما يخص سعد سمير وتجديده، واللي عم موقع عقود مع النادي الاهلي وكل النسخ موقع عليها، كمان مش موقع على عقود حتى مبدئيه، لا اللاعب موقع على كل النسخ بالنسبه للتجديد مع النادي الاهلي. اذا سعد سمير نقفل قصته كمان، الموضوع منتهي بالنسبه له. اللاعب متواجد في النادي الاهلي اكيد عنده عروض، لاعب كبير بحجم سعد سمير، لاعب بيأدي بشكل جيد، مستوى ثابت، لاعب دولي، طبيعي جدا ان هو يكون عنده عروض كتير خلال الفتره دي، لكن النادي الاهلي متمسك بيه وسعد متمسك بتواجده داخل النادي الاهلي. وخليني اقول لكم ان هو احد اللاعبين اللي عندهم شخصيه القياده في الملعب. سيبكم بس من شويه الهزار اللي ممكن يكون بيهزروا والكلام ده طبيعي ووارد جدا ان اي لاعب في النادي او في الفريق يهزر او يضحك شويه والكلام ده، ودي حاجه بتبقى مطلوبه بالمناسبه. لكن وقت الجد سعد ما بيهزرش بصراحه في الحاجات دي، ولاعب وقائد في الملعب كمان، الناس اللي بتتابع المباريات بالتحديد من الملعب هيلاحظوا ان سعد يعني قائد كبير جدا داخل النادي الاهلي وداخل الملعب، ولاعب مهم جدا بالنسبه للفريق. ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق خلال المرحله المقبله ويقدر يساهم كالعاده مع النادي الاهلي في حصد المزيد والمزيد من البطولات. اذا دي قصه سعد سمير حسمناها لكم خلاص، واللاعب مجدد 4 سنين مع
النادي الاهلي، او مش 4 سنين بالتحديد، لسه زي ما قلت لكم هيتم تحديد المده، لكن هو مجدد وموقع العقود بدون اي شروط، لانه عارف كويس جدا ان النادي هيقدره بالشكل المطلوب والشكل اللي يناسبه ان شاء الله. المده هتحسم زي ما قلت لكم ان شاء الله خلال ايام. كل التوفيق ان شاء الله لسعد سمير والجهاز الفني واللاعبين وكل لاعبي النادي الاهلي في المرحله الهامه المقبله. ده كان ملف مهم جدا، سواء ناصر ماهر او سعد سمير قفلنا الملف ده خلاص. نتكلم بقى عن الفريق واللي بيستعد الفتره الجايه لهذه المباراه الهامه والجوله الثالثه من دور ال 16 ودوري المجموعات بدوري ابطال افريقيا. مستر باتريس كارتيرون يكتفي بمران لمده 60 دقيقه صباح اليوم قبل معسكر الاسكندريه. يمكن زي ما احنا عارفين امبارح كان في ماتش ودي للنادي الاهلي امام فريق نجوم المستقبل، وكانت اخر مباراه وديه بالنسبه للفريق قبل بدايه الموسم الجديد وقبل العوده لغمار البطوله الافريقيه. المباراه انتهت بفوز النادي بنتيجه 2-0. احرز الاهداف كل من وليد ازارو اللي اصبح خلاص في حسابات الجهاز الفني زي ما قلت لكم، هيكون لاعب مهم الكلام عليه كان الفتره اللي فاتت كتير شويه بسبب الرحيل وكده، لكن وليد ازارو خلاص دلوقتي مركز بنسبه 100% مع النادي الاهلي، وهيساهم ان شاء الله في المباريات المقبله، والنادي الاهلي يقدر يتدارك موقفه بشكل كبير، وهو لاعب مهم في صفوف النادي الاهلي وهداف النادي الاهلي في الدوري الموسم الماضي، هداف الدوري بشكل عام 18 هدف 5 اهداف في افريقيا مع النادي الاهلي، فبالتالي لاعب مهم. احرز هدف امبارح وده كان شيء مهم جدا بالنسبه للجهاز الفني عشان كانوا بيجهزوا ازارو للمرحله المهمه المقبله في ظل تواجد برضو مهاجمين سواء صلاح محسن او مروان محسن، وايضا احرز الهدف الثاني هشام محمد، وكانت تجربه مفيده جدا. لكن بالتالي النهارده كان المران صباحي حوالي ساعه بالظبط، كان المران الساعه 9 خلص الساعه 10، اللاعبين شاركوا فيه بشكل جيد، كان في بعض التدريبات البدنيه، وايضا على طول كان في تقسيمه قويه للاعبين. الحماس طبعا ظاهر بشكل كبير خلال الفتره الاخيره، والدوافع الجديده عند اللاعبين اللي بيعرفوا يجددوها لنفسهم، مش اي لاعب او مش اي نادي بيمتلك لاعبين يقدروا ان هم يجددوا الدوافع بالنسبه لهم بشكل مستمر، خصوصا في نادي زي النادي الاهلي انت دايما بتحقق بطولات، لكن حته ان انت تشبع للبطولات دي ممنوعه في النادي الاهلي، تشبع بطولات دي مش موجوده في النادي الاهلي، طبيعي ان انت لازم تجدد دوافعك عشان تقدر تحصد المزيد من البطولات وتسعد جمهور النادي الاهلي بشكل مستمر. فبالتالي النهارده كانت تقسيمه قويه واللاعبين كلهم ادوا بشكل جيد جدا. ان شاء الله التركيز الجديه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي هتكون السمه الاساسيه بالنسبه للفريق ان شاء الله في مباراه تاونشيب، وفي تفاؤل كبير جدا بتجاوز هذه العقبه والمرور قدما في هذه البطوله الافريقيه سعيا نحو استعاده هذا اللقب الافريقي الهام والغالي بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي بعد غياب حوالي 5 سنين. ايضا الكابتن محمد يوسف بيطمئن على رامي ربيعه، وبيفسر كمان غياب احمد حمودي عن المران. النهارده احمد حمودي غاب عن المران بسبب مرض والدته، فبالتالي ان شاء الله نتمنى لها كل الشفاء، فاحمد حمودي ما قدرش ان هو يحضر المران الصباحي للفريق، وبالتالي خد اذن من الجهاز الفني وبتحديد مدير الكره الكابتن محمد يوسف اللي وافق له على الاذن ده. لكن فيما يخص رامي ربيعه خلال الفتره دي متواجد في المانيا عشان يطمن على سير برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته في العضلة الضمة، وكابتن محمد يوسف قال إن رامي ربيعة بيواصل بشكل جيد جدا تأهيله في ألمانيا، وإن الطبيب المعالج قرر حقنه بحقنتين من البلازما خلال الأيام القليلة المقبلة قبل العودة للقاهرة، علشان إن شاء الله رامي يقدر يستكمل المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيلي تمهيدا للعودة للتدريبات الجماعية. زي ما احنا عارفين رامي ربيعة يمكن كان أصيب في مباراة الأهلي والزمالك اللي انتهت فوز النادي الأهلي مع نهاية الدور الأول الموسم المنقضي، واللي قدر النادي الأهلي يفوز بيها بنتيجة 3-0. رامي جاله قطع في العضلة الضمة وكان عنده بعض آلام الحوض، فبالتالي ده اللي عطل رامي بشكل كبير جدا وغاب عن العديد من المناسبات، وكان ابرزها طبعا بطوله كاس العالم. لكن رامي دلوقتي بيأدي البرنامج التأهيلي الخاص بيه بشكل مميز جدا، وان شاء الله هيكون لائق للمشاركه في التدريبات الجماعيه بعد استكمال المرحله الاخيره من برنامجه التأهيلي تمهيدا طبعا لعودته للتدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله لرامي كل التوفيق، احد العناصر المهمه جدا ومدافع مميز جدا، وان شاء الله يكون او يستكمل مشواره مع النادي الاهلي بشكل جيد وتعافى تماما من الاصابه نظرا لاهميته واهميه تواجده مع الفريق خلال المرحله المقبله. واذا بالمره يعني بنقفل على الاشاعات كمان اللي قالت ان في تجدد لاصابه رامي ربيعه.
دايما النادي الاهلي بيبقى مصدر للكلام ده، نادي كبير بحجم النادي الاهلي، اكبر نادي في الشرق الاوسط في افريقيا، فدايما بيبقى في كلام كتير، في اشاعات كتير. لكن المفروض او المطلوب من جمهور النادي الاهلي خلال الفتره دي ما نركزش مع الاشاعات دي، نركز بس مع الفريق، نحاول نشجع الفريق بمنتهى القوه ان شاء الله. بالمناسبه ال 10000 متفرج او ال 10000 مشجع اللي هيكونوا متواجدين في استاد برج العرب يركزوا بس مع الفريق، نشجع بشكل قوي عشان احنا محتاجين، او الفريق طبعا محتاج بشكل كبير جدا مسانده الجمهور خلال المرحله دي عشان يقدر يتخطى الموقف الصعب في بطوله دوري ابطال افريقيا. ايضا الاهلي يبدا معسكر برج العرب صباح الغد، زي ما احنا عارفين خلاص الفريق انهى مرانه النهارده الصبح، بكره ان شاء الله الصبح كمان الفريق هيتجمع ان شاء الله الساعه 10:30 صباحا، بعديها هيكون في وجبه غدا كده بالنسبه للاعبين، هيتحركوا بعديها مباشره للاسكندريه وتحديد مدينه برج العرب عشان يستعدوا من خلال معسكر مغلق اخير بالنسبه للفريق قبل ايام قليله، المباراه هتكون يوم الثلاث ان شاء الله، يستعدوا بمنتهى القوه منتهى الجديه والتركيز لمواجهه فريق تاون شيب واللي هتكون يوم الثلاث القادم الساعه 9 مساء باستاد الجيش ببرج العرب، واللي ان شاء الله دعوات كل الاهلاويه وكل المصريين بشكل عام، لان النادي الاهلي بيمثل مصر في هذه البطوله او الممثل الوحيد لمصر في هذه البطوله بطوله دوري ابطال افريقيا، ان شاء الله يكون في تواجد قوي من اللاعبين داخل الملعب، يقدروا ان هم يحسموا المباراه بشكل مبكر، نحصد 3 نقاط هتكون مهمه جدا، يبقوا 4 نقاط يجي لنا تاني او نروح لتاون شيب في بوتسوانا، ان شاء الله نكسبهم. الامور يعني قريبه يا جماعه مش بعيده، ان شاء الله النادي الاهلي قادر ان هو يتخطى هذه العقبه. لكن عشان نقرب من الصوره بشكل اكبر خلينا نروح سريعا لزميلي كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي. يا كيمو مساء الفل عليك. تحياتي ليك زميلي امير، اهلا بيك وكل التحيه لكل مشاهدي جمهور النادي الاهلي. طمن جمهور النادي الاهلي يا كريم عن الفريق واستعداداته، من تحديد من خلال مران النهارده الامور كانت ماشيه ازاي، وابرز ما حدث في المران اليوم يا كريم. يمكن زي ما احنا بنقول خلاص العد التنازلي لمباراه تاون شيب بطل بوتسوانا، ان شاء الله تكون مباراه جيده للنادي الاهلي، 3 نقاط او نقاط المباراه بشكل عام تكون من نصيب النادي الاهلي، الجمهور عندنا ثقه كبيره فيه جدا خلال هذه المباراه، يبقى سند كبير وحمى النادي الاهلي كما ذكر الكابتن محمود الشطيب في الكلمه الهامه جدا اللي كان ليها تاثير كبير جدا مع جمهور النادي الاهلي، وبنتمنى كمان ان شاء الله تكون اللعيبه في تركيز كبير مع الجهاز الفني. النهارده يمكن زي ما انت قلت المران بدا في الساعه 9 صباحا، كان في محاضرة سريعة للمستر فاتس كابتن محمد يوسف للحديث عن المرحلة القادمة المعسكر اللي هيكون في الاسكندرية، كمان يمكن كان في تحديث كبير من الكابتن محمد يوسف للاعبين زي ما وذكر كلمات الكابتن محمود الخطيب ان الناس مستنية ان احنا نفرحهم، جمهور النادي الاهلي مستني ان احنا نفرح، مصر كلها مستنية ان احنا نفرح، زي ما انت قلت برضو ان النادي الاهلي بيمثل مصر في هذه البطولة والمرحلة صعبة، لكن عندنا ثقة كبيرة جدا زي ما احنا بنقول في الجهاز الفني وفي النادي الاهلي. بدأ المران كالعادة ببعض الجري الخفيف ببعض الاطالات مع مستر مايكل لندمان مخطط الاحمال، ثم كابتن محمد يوسف ومستر باتريس عملوا بعض تدريبات الكرة زي ما ايضا انت ذكرت 60 دقيقة واقل كمان من 60 دقيقة نظرا في المباراة نجوم المستقبل اللي كانت تجربة مميزة استفاد بيها بشكل كبير جدا النادي الاهلي سواء من الناحية البدنية او من الناحية التكتيكية او من الناحية الخططية كمان، لكن النادي الاهلي ما كشفش كل الاوراق كالعادة في هذه المباراة، معسكر يكون مغلق بشكل تام، كابتن محمد يوسف ومستر باتريس فارض يمكن تعليمات كبيرة جدا على اللاعبين، هيكون في حظر على اللاعبين من التصريحات الاعلامية، بيحاول النادي الاهلي وبيحاول الجهاز الفني ان هو يضع اللاعبين في جو تركيز كبير جدا خلال المعسكر، لان المعسكر ده هيكون هو المعسكر الاخير وان شاء الله تكون فيه فايده وفي استفاده كبيره للنادي الاهلي. ايضا لو بنتكلم على حمودي وغيابه، طبعا زي ما انت ذكرت يمكن مرض والدته، لكن حمودي استاذن من الجهاز الفني في النادي الاهلي كابتن محمد يوسف قام باعمال مدير الكره، على الجانب الاخر ناصر ماهر هو اللي ما استاذنش عشان كده اتطبقت عليه العقوبه الماليه، ويمكن كابتن محمد يوسف اتكلم معاه، مستر فاتس اتكلم معاه، ناصر ماهر يمكن زي ما انت ايضا ذكرت كمان السن الصغير هو يمكن مذبذب شويه، لكن بعد الحديث مع مستر باتريس وكابتن محمد يوسف خدوا وعد منه ان هيبقى في التزام كبير جدا خلال الفتره القادمه. ناصر من اللعيبه المميزه، ناصر يمكن الناس عارفه او يمكن الناس ما تعرفش ناصر عامل 2 صليبي، كان عنده صليبي دي حقيقه، عاد منه من جديد، عنده اصرار كبير، عنده روح كبيره جدا، بيحب النادي الاهلي جدا وعايز يلبس شيرت النادي الاهلي ويحقق بيه بطولات، وده اللي بنتمناه اكيد من ناصر ماهر. احمد الشيخ كمان امير بيغيب النهارده عن المران اللي كان موجود النهارده على مقر التيت في الساعه 9 صباحا، لكن حتى هذه اللحظه يمكن احمد الشيخ يعني ما عندوش اي امور خاصه او ما عندوش اي حاجه بنطمن الناس برضه، لكن ان شاء الله يكون متواجد في معسكر فريق النادي الاهلي خلال السبت او بعد غد يكون مع الفريق. تمام. ناوي النهارده ما شاركش في التدريب بشكل عام، جري بعض الجري حول الملعب، سالنا
طبيب النادي الاهلي قال لي ما فيش وما فيهوش اي حاجه، لكن كان الكابتن مصطفى كمال مدرب الحراس كان في تفضيل النهارده ان هو ما يشاركش في جرعه كبيره من التدريب، لكن ايضا بيطمن جمهور النادي الاهلي انه ان شاء الله جاهز خلال الفتره القادمه، وكل اللعيبه يمكن جاهزه وعندها اصرار وعندها تحدي وجديه كبيره جدا خلال الفتره الماضيه اللي احنا بنتابعها فيها التدريبات، وان شاء الله تنعكس عليهم في مباراه تاون شيب بطل بوتسوانا. عمرو بركات وباسم علبي، يمكن باسم بيواصل التاهيل حتى هذه اللحظه واكيد خارج الصفوف فريق النادي الاهلي وقائمه فريق النادي الاهلي في مباراه تاون شيب. عمرو بركات موضوع له برنامج تاهيلي بعد انتهاء الاعاره اللي عدى منها من السعوديه، بيحاول طبعا الجهاز الفني ان هو ياهل عمرو بركات يضعه على الخطه البدنيه ان شاء الله يكون في مكسب كبير خلال الفتره القادمه ان هو يستعيد قواه ويستعيد ايضا كمان اللياقه البدنيه المعروف عن النادي الاهلي اللي هو خلال الفتره اللي فاتت وخلال الفتره القادمه والموسم المتلاحم، فاكيد اللياقه البدنيه وايضا مخطط الاحمال المستر مايكل عليه عبء كبير جدا مع النادي الاهلي. اكيد الامور زي ما بقول لك امير ماشيه بشكل مطمئن جدا للنادي الاهلي، ويبقى كل التوفيق ان شاء الله في مباراه تاون شيب. طيب كريم، خليني اسالك عن الحاله النفسيه والحاله المعنويه بالنسبه للفريق من خلال متابعتك للمران النهارده، وخصوصا ان هم خلاص بيستعدوا زي ما احنا قلنا المباراه مهمه ومصيريه بالنسبه للفريق في بطوله دوري ابطال افريقيا. يا كريم باكد عليك ان لعيبه النادي الاهلي في تركيز شديد جدا عقب العوده من كرواتيا بعد معسكر كرواتيا، مجرد وصول النادي الاهلي وتدريباته على ملعب مستر اتش، التركيز الشديد سمه الجديه في تركيز كالعاده، يمكن اللعيبه الفترات الماضيه بيبقى في تهريج ما بيهرجوا مع بعض اللعيبه على دكه البدلاء بينزلوا لارضيه الملعب، لكن يمكن اللي احنا شايفينه في تركيز شديد الجديه اللي واضحه في التمرينات لامسينها وشايفينها. مباراه الامس بقول لك كان في روح كبيره جدا من لعيبه النادي الاهلي، وكان في بعض الاحتكاكات القويه جدا يدل ان في اصرار، كل لعيب عايز ياخد مكان، عايز يثبت للجهاز الفني ان هو قادر ان هو يكون له دور ويكون له مكان في التشكيله الاساسيه لفريق النادي الاهلي. والحمد لله يمكن صفوف النادي الاهلي مكتمله، عندنا اكثر من لاعب واكثر من مركز، كل اللعيبه يمكن مستوياته متقاربه بشكل كبير جدا، فان شاء الله اللي هياخد فرصه واللي هيكون اسمه متواجد في تشكيل مباراه تاون شيب، المباراه المهمه والمباراه اللي احنا كلنا منتظرينها، وايضا جمهور النادي الاهلي ان شاء الله يكون موفق في هذه المباراه. لكن باكد لك ان الحاله المعنويه مرتفعه جدا لدى اللعيبه، اللعيبه عندها اصرار وعندها تركيز، وان شاء الله باذن الله يبقى التوفيق وينعكس عليهم ان شاء الله في مباراه تاون شيب في برج العرب ان شاء الله. ان شاء الله. كريم احمد بشكرك شكرا جزيلا. طبعا ده كان كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي المميز جدا، واللي يمكن قال لنا كل الاخبار الخاصه بالفريق، وقال لنا طبعا استعدادات الفريق من خلال مران اليوم اللي كان الساعه 9 الصبح واخر مران الفريق في القاهره قبل التوجه للاسكندريه، وكمان طمنا على بعض اللاعبين سواء الشناوي عمرو بركات وباسم علي احمد الشيخ وحمودي، والمواقف بالنسبه لهم كانت ايه. فبالتالي طبعا بنشكر كريم شكرا جزيلا، وطمنا بشكل كبير جدا على فريق النادي الاهلي قبل ان شاء الله توجهه للاسكندريه غدا في تمام الساعه 11:30 او 12 ان شاء الله. فريق هيتحرك بكره الصبح علشان يتوجه لمدينه برج العرب ويواصل استعداداته لهذه المباراه المهمه والمصيريه جدا امام فريق تاونشيب البوتسواني. بمناسبة بس كريم كان بيتكلم عن ناصر ماهر، ناصر ماهر في معلومة يمكن بعض كتير ما يعرفهاش، اللاعب ده أهلاوي جدا يا جماعة، يعني الراجل ده لما كان في قطاع الناشئين في النادي الأهلي قبل ما يجيله صليبي، هو جاله صليبي مرتين، كان متواجد في قطاع الناشئين في النادي الأهلي سموحة في الوقت ده، كانوا عايزين ناصر ماهر بشكل كبير، هو كان صاعد هو ورمضان صبحي، وكانوا يعني من ابرز الاثنين المتواجدين في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، فبالتالي ناصر ماهر ما كانش مرضيش ان هو يروح سموحه خالص، يعني كان في اغراءات كبيره جدا من فريق سموحه في هذا التوقيت ان هم يجيبوا ناصر ماهر علشان يلعب معاهم فيرست تيم في الوقت ده، لكن ناصر مرضيش خالص، قال ان انا مش متخيل ان انا هلبس تيشيرت تاني غير تيشيرت النادي الاهلي، لكن نظرا لظروف الاصابه والصليبي اللي جاله مره واثنين فاضطر ان هو يطلع بره عشان يثبت وجوده ويرجع تاني للنادي الاهلي، فشيء بالشيء يذكر يعني بالنسبه لناصر ماهر، ونتمنى له كل التوفيق ونتمنى للفريق ان شاء الله كل التوفيق خلال المرحله المقبله. نروح لخبر اخر، وان خلاص فتح باب الحجز الالكتروني لتذاكر مباراه الاهلي مع تاونشيب، خلاص التذاكر نزلت اونلاين، ان شاء الله اللي راغب في حضور هذه المباراه ومؤازره النادي الاهلي يقدر ان هو ياخد التذاكر عن طريق الحجز الالكتروني، وان شاء الله نتمنى ان ال 10,000 مشجع بالكامل يكونوا موجودين في هذه المباراه. العميد ده محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي قال ان احنا حاولنا بشكل كبير ان احنا نزود عدد الجمهور خلال المباراه دي، لكن الامن ما كانش راضي
دي، لكن ان شاء الله 10,000 مشجع في المباراه دي هتكون بدايه لما هو قادم من مباريات، ان يكون في عدد اكبر بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، ويقدر ان هو ان شاء الله يأزر الفريق بشكل قوي، خصوصا ان مع توالي المباريات هتكون مباريات اصعب ومباريات مهمه. فان شاء الله نتمنى ان يكون في امكانيه ان يحضر عدد اكبر من جمهور النادي الاهلي خلال الفترات المقبله. خبر اخر، كابتن محمود الخطيب بيعزي كابتن احمد شوبير في وفاه والد زوجته. طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي قدم واجب العزاء وكان حريص جدا ان هو يكون متواجد في الجنازه الخاصه بالحاج سلامه مصطفى سلامه والد زوجه الكابتن احمد شوبير واللي وفاته المانيه بالامس. وتواجد الكابتن محمود الخطيب النهارده الظهر في الجنازه في مسجد الحمديه الشاذليه، وبكره ان شاء الله هيكون العزاء غدا في مسجد عمر مكرم. يعني البقاء لله في وفاة طبعا والد زوجة الكابتن أحمد شوبير. نتمنى للعائلة كلها الصبر والسلوان، وإن شاء الله المرحوم ربنا يا رب يسكنه فسيح جناته ويغفر له ويرحمه إن شاء الله. دي كانت أخبار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. خلينا نروح لأخبار أخرى وتخص الألعاب المختلفة داخل النادي الأهلي بخلاف كرة القدم، ويمكن هنبتدي بكرة السلة واللي اتعقدوا خلاص مع لاعب اسمه أحمد علي برغوتة. أحمد علي برغوتة ده لاعب مميز جدا، كان متواجد في فريق الاتحاد، قدر النادي الأهلي ان هو يتعاقد معاه خلال الفترة دي. اللاعب ده يعني عنده طموح كبيرة جدا، عنده طموح كتيرة كمان ان هو يقدر يقدم مواسم قوية مع النادي الأهلي، وقال انه عنده أهداف محددة، عايز ان هو يحصد كل البطولات وينافس على كل البطولات. احنا بس عندنا في النادي برغوتة ما بننافسش بس، احنا لازم ان شاء الله نكسب كل البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي، وده الهدف الاساسي بالنسبه له والهدف الاساسي بشكل طبيعي لكل الفريق. فبالتالي برغوتة بيأدي طبعا برنامج اضافي بالنسبه له طبعا علشان يبقى جاهز بدنيا. البرنامج ده في الجيم بيأديه عشان يبقى جاهز بدنيا خلال المرحله المقبله. الموسم اللي فات طبعا فريق كره السله قدر ان هو يفوز بدوري المرتبط وكاس مصر. ان شاء الله نتمنى التوفيق، ونتمنى لفريق كرة السلة بالنادي الأهلي رجال ولكل الفرق بشكل عام كل التوفيق خلال المرحلة المقبلة. تدريبات تأهيل لأحمد حسام لاعب فريق كرة اليد. نروح لكرة اليد، أحمد حسام لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي رجال أدى بعض الجلسات التأهيلية، خصوصا أنه يمكن عنده بعض الألام في الركبة، فبالتالي الإصابة دي كان تعرض لها مع نهاية الموسم الماضي، فبيأدي بعض التدريبات العلاجية بالنسبة له والتأهيلية عشان يكون لائق للمشاركة في المباريات مع النادي الأهلي مع بداية الموسم الجديد. أحمد حسام بالمناسبة من أحد اللاعبين المميزين جدا داخل فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي، إن شاء الله يشفى تماما ويبقى جاهز لخوض المباريات بشكل سليم بنسبة 100% عشان يساهم في مختلف البطولات إن شاء الله اللي هيشارك فيها النادي الأهلي في الموسم الجديد. الموسم الماضي فريق كرة اليد في النادي الأهلي قدر ان هو يفوز ببطولة افريقيا للأندية ابطال الكؤوس، وايضا بطولة دوري السوبر للمحترفين. ان شاء الله يفوزوا ببطولات اكتر من كده كمان الموسم الجديد في ظل التدعيمات والاستعدادات القويه بالنسبه لفريق رجال كره اليد في النادي الاهلي. نروح لوزاره الشباب والرياضه واللي بتوافق على اقامه دوري مراكز الشباب لكره القدم بعد تطويره. يمكن الدكتور اشرف صبحي خلاص وافق ان يكون في دوري لمراكز الشباب، او ان يواصل طبعا تواجد الدوري ده. الدوري ده كان متواجد اصلا قبل كده، لكن النسخه دي عايزينها تبقى مميزه شويه، وده اللي قاله الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. هيبقى في كل الدعم، لو في اي خطه معينه هيتم طبعا اقتراحها من خلال اللجنه الفنيه اللي هتكون متواجده عشان تتابع هذه البطوله. ان شاء الله هيتم عرضها على الدكتور اشرف صبحي عشان يوافق عليها ويبقى في تطور في دوري مركز الشباب، وخصوصا الدوري ده بيخرج منه لاعبين ومواهب كبيره جدا ممكن تنطلق لمختلف الانديه يستفاد بيها بعد كده المنتخبات الوطنيه المختلفه. فبالتالي دوري مراكز الشباب ده يا جماعه شيء مهم جدا جدا خلال الفترة المقبلة. دي النسخة الثالثة، أو عفوا النسخة السادسة اللي هتنطلق بالنسبة لدوري مراكز الشباب بعد تطويره خلال الفترة المقبلة. فبالتالي إن شاء الله نتمنى أن الدوري ده يأتي بثماره، والأهداف المهمة بالنسبة له أن هو طبعا يقدر يخرج العديد من المواهب الشابة اللي تكون مفيدة بشكل كبير جدا للرياضة المصرية بشكل عام والمنتخبات المصرية بشكل خاص خلال الفترة المقبلة. لسه مع وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، واللي شارك النهارده في ماراثون اسمه يلا نجري. يمكن شارك الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه صباح اليوم في ماراثون للركض بمدينه العاشر من رمضان بمشاركه 1000 شاب.
هو أعرب طبعا الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بالتواجد الكبير للشباب في هذا الحدث، وده طبعا الحدث ده ضمن الاستراتيجية اللي يعني بيوضحها أو بتضعها وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة، علشان طبعا يكون في أنشطة مختلفة وأشياء مهمة لترسيخ ونشر ثقافة رياضة الرجد بشكل عام، واعتبارها كمان أسلوب حياة في مختلف المحافظات. يعني الرجد يا جماعة أو الجري يعني بمعنى أصح كده مهم جدا جدا للناس بشكل عام أو للأفراد علشان يمارسوا الرياضة، وبيساعد على تجنب العديد من الأمراض والعديد من المواقف اللي ممكن تكون صعبة بالنسبة للأفراد بشكل عام. فطبعا ده كان شيء مهم وماراثون مهم جدا، وكمان مشاركة الدكتور أشرف صبحي في هذا الماراثون يعني ده شيء جيد. هو الراجل بصراحة شاب ونشيط كمان دكتور أشرف صبحي، نتمنى له كل التوفيق وزير الشباب والرياضة خلال المرحلة المهمة المقبلة. عنده كمان ملف مهم جدا هو عودة الجماهيري، واللي بيشتغلوا عليه خلال الفترة دي إن شاء الله سواء هو أو اتحاد الكرة، يعني سواء وزارة الشباب والرياضة أو اتحاد الكرة، ملف الجمهور ده وعودته للمدرجات أهم ملف يعني أعتقد الفترة دي، علشان إن شاء الله الصورة تكتمل بالنسبة للرياضة المصرية، ومش هتكتمل غير بعودة الجمهور للمدرجات حتى لو بشكل تدريجي، وده اللي هيحصل إن شاء الله خلال الفترة القادمة. نروح بقى لأخبار محلية وبعض الأندية المتواجدة في الدوري المصري، وهنبتدي من نادي الإسماعيلي، ويمكن خير الدين مضوي مدير الفني الجزائري لفريق الإسماعيلي يمكن طلب صفقتين علشان يدعم كل من خط الهجوم وخط الوسط في نادي الإسماعيلي، وعايز يعني يوقع مع اثنين لعيبة خلال الفترة دي عشان يكونوا داعم للفريق خلال بداية الموسم الجديد. ويمكن خلاص فريق الإسماعيلي يعني استغنى أو مشي من عنده كل من محمد أبو المجد وأيضا اسلام عبد المنعم، وراحوا فريق طلائع الجيش. فريق اسماعيلي بيستعد بشكل قوي، لكن يمكن استغنى عن بعض اللاعبين خلال فتره سابقه، فبالتالي مضطرين ان هم يتعاقدوا مع عدد من اللاعبين عشان ينافسوا على بطوله الدوري، يعني وده اللي بيبقى معتاد من فريق اسماعيلي يمكن اخر موسم بالتحديد نفسه لحد فتره معينه كده، لغايه لما النادي الاهلي يعني ركب الدوري بدري بدري بالتحديد من بدايه من الدور الثاني وخلاص كان الموضوع شبه حسم، فبالتالي هم بيحاولوا يتعاقدوا مع بعض اللاعبين خلال الفترة المقبلة. الأخبار العالمية بقى وكأس العالم اللي ناقص خلاص في ماتشين، ماتش بكرة ما بين بلجيكا وإنجلترا على المركز الثالث والرابع، وماتش بعد بكرة اللي هو نهائي كأس العالم ما بين فرنسا وكرواتيا، ومباراة هتكون مهمة، أو المباراتين بشكل عام هيكونوا مباراتين جامدين جدا من الناحية الفنية، خصوصا الأربع فرق بصراحة يعني عملوا بطولة أكثر من رائعة. فبالتالي إن شاء الله بكرة الساعة 4 العصر هيكون مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم، واللي بتقام طبعا في هذا التوقيت في روسيا. ويمكن المنتخب الإنجليزي هيقابل للمرة الثانية المنتخب البلجيكي بعد ما قدر المنتخب البلجيكي في الدور الأول أن يفوز في المباراة الثالثة في المجموعة اللي كانوا متواجدين فيها سواء إنجلترا وبلجيكا. بلجيكا قدرت أن هي تفوز بنتيجة 1-0 أعتقد، الهدف ساعتها كان أحرزه ميرتنز تقريبا يعني على ما أتذكر، فبالتالي هتكون مباراة طار وأيضا مباراة الفوز بالمركز الثالث، فالفرقتين أكيد بيستعدوا بشكل قوي، كان عندهم طموح أن هما الاثنين يوصلوا النهائي، لكن خلاص الاثنين هيلعبوا على الثالث والرابع. يمكن بلجيكا كانت خسرت من فرنسا بهدف طبعا المدافع صامويل أوموتيتي مدافع برشلونه مدافع جيد جدا، والمنتخب الانجليزي خسر من المنتخب الكرواتي بهدفين للا شيء طبعا في المباراه الاخيره، فبالتالي الهدفين كان احرزهم بريزيتش ومانزوكيتش، والهدف الوحيد اللي احرزه المنتخب الانجليزي تريبييه الباك رايت بتاع انجلترا، واللي احرز هدف بعد اول 5 دقائق من فاول كان هدف حلو جدا، وبالمناسبه ده كان اول هدف رسمي لتريبييه مع المنتخب الانجليزي، وكان هدف مهم جدا، وكان هيبقى فرحته كبيره لو كانت كملت بفوز انجلترا في هذه المباراه ودور نصف النهائي بالتحديد علشان يتاهلوا للنهائي، وكانت هتبقى اول مره انجلترا توصل نهائي منذ عام 66 لما خدوا اللقب، واللقب الوحيد بالنسبه لهم في تاريخهم في كاس العالم، فللاسف او مش يعني هم بالنسبه لهم للاسف ان هم ده ما حصلش، وبصراحه كرواتيا تستحق الوصول لنهائي كاس العالم بالمجهود الكبير جدا اللي حققوه على مدار البطوله بشكل كامل، وكمان من الناحيه البدنيه كرواتيا قدرت ان هي تلعب 3 مباريات اوقات اضافيه منهم مباراتين سواء دور ال16 ودور ال8 كان فيهم ضربات جزاء وقدروا ان هم يتفوقوا اخر ضربه جزاء في المباراتين،
قدر ان هو راكيتيتش بالتحديد ان هو يحرز اخر ضربه جزاء سواء امام الدنمارك او روسيا. المباراه الثالثه كانت امام انجلترا وقدروا ان هم يفوزوا في الوقت الاضافي، وهدف ماندزوكيتش الغالي واللي مش هيتنسي بالنسبه للشعب الكرواتي كله اللي بيعيش دلوقتي اسعد لحظات حياته وبعد ما تاهلوا لنهائي كاس العالم لاول مره في تاريخهم. يعني الحاجه اللي ممكن او الخساره الوحيده اللي بالنسبه لهم ان هم يخسروا كاس العالم، هيحققوا انجاز بالنسبه لهم ان هم حققوا الثاني في تاريخهم في كاس العالم. اكبر انجاز بالنسبه لهم كان المركز الثالث في كاس عالم 98 لما كسبوا هولندا في مباراه، طبعا تحديد مركزين الثالث والرابع، وكان انجاز بالنسبه لهم ايام سكر لو تفتكروا ده رئيس الاتحاد الكرواتي حاليا. فبالتالي هم عايشين حلم وبيحاولوا ان هم يحققوا كمان الحلم والاعجاز بالنسبه لهم ان هم يفوزوا ببطوله كاس العالم. على فكره كرواتيا بلد صغيره حوالي 4 مليون نسمه بس، في المقابل فرنسا حوالي 70 مليون نسمه، لكن يعني مباراة أكيد هتكون قوية جدا من الناحية الفنية والتكتيكية ما بين المنتخبين. الأرجنتيني بيتانا يدير نهائي كأس العالم، بيتانا هيدير نهائي كأس العالم، ده حكم أرجنتيني هو اللي هيدير هذه المباراة إن شاء الله واللي هتقام بعد غد يوم الأحد ما بين منتخب فرنسا وكرواتيا زي ما قلنا. وبيتانا معاه هيكون معاه طبعا اربع مساعدين هم هيرنان ميادانا واخوان بلاتي من الارجنتين بالاضافه للهولندي كويبرس ومواطنه اروين زينسيسترا. دول اللي هيقودوا نهائي كاس العالم. ان شاء الله نتمنى ان المباراه تخرج بشكل جيد ورائع علشان تكمل البطوله دي، بصراحه من افضل البطولات اللي اتلعبت في تاريخ كاس العالم من الناحيه الفنيه وكمان من الناحيه التنظيميه. بصراحه روسيا يعني نظموا البطولة بشكل أكثر من رائع. نروح لأنتوان جريزمان مهاجم فريق أتلتيكو مدريد واللي جدد عقده مؤخرا مع هذا الفريق بعد إشاعات كتيرة كانت طالعة أن جريزمان كان هيروح برشلونة، وبالفعل كان رايح برشلونة لكن هو قرر في النهاية أن هو يستمر في أتلتيكو مدريد. لكن جريزمان بيقول ان الهدف الاول بالنسبه له والاساسي هو الفوز بالمونديال، وده طبيعي جدا، انت خلاص بتحقق تاريخ لنفسك ولبلدك، وهيبقى تاني كاس عالم لو فازت فرنسا هيبقى تاني كاس عالم في تاريخها بعد كاس عالم او مونديال 98. فبالتالي جريزمان بيقول الهدف الاساسي هو الفوز بكاس العالم، لان البعض بيقول ان جريزمان قريب ان هو ياخد افضل لاعب في البطوله. هو قال انا ما يهمنيش خالص ان انا اخد افضل لاعب في البطوله، الاهم بالنسبه لي هو الفوز ببطوله كاس العالم واسعاد كل الفرنسيين. طبعا ده شيء طبيعي وبديهي جدا، اللي وصل للنهائي هيموت نفسه في الملعب من الاخر كده سواء كرواتيا او فرنسا عشان يحققوا هذا اللقب الغالي. فرنسا بدنيا افضل لان ما لعبوش اكسترا تايم، لكن كرواتيا يمكن اقل شويه بدنيا من خلال 3 اكسترا تايم لعبوهم في خلال 3 مباريات ورا بعض. لكن رغم كده يعني البعض كان بيتوقع كانت كرواتيا امام انجلترا لعبت 2 اكسترا تايم، ومع ذلك كانت بدنيا بصراحه جامده جدا امام انجلترا وقدرت ان هي تفوز عليهم. فبالتالي ممكن التوقعات برضو يعني هي ممكن لفرنسا شويه 60% 70%، لكن كرواتيا هتقدر او ممكن تكون قادره ان هي تنافس بشكل قوي في هذه المباراه وتحقق المفاجاه وتفوز على فرنسا وتفوز بالمونديال. عامه هنشوف مباراه قويه جدا ان شاء الله بعد بكره ما بين المنتخبين. نروح لخبر اخر وخاص برئيس الاتحاد الدولي الفيفا لكره القدم انفانتينو، وقال ان روسيا استضافت افضل نسخه لكاس العالم على الاطلاق. وزي ما قلت لكم بصراحه هي فعلا افضل نسخه روسيا قدرت تنظمها بصراحه بشكل جيد جدا، والنسخه دي بصراحه كمان فيها نواحي او جوانب فنيه وتنظيميه اكثر من رائعه. انفانتينو قال ان من سنتين تقريبا انا قلت انها ستكون افضل نسخه في كاس العالم، واليوم يمكنني أن أقول بثقة أكبر إنها أفضل كأس عالم على الإطلاق. وأضاف الكثير من الشكر للشعب الروسي والحكومة والرئيس فلاديمير بوتين واللجنة المنظمة للبطولة والاتحاد الروسي لكرة القدم وكل من ساهم في ضمان أن تكون هذه هي أفضل نسخة في كأس العالم. وتابع إنفانتينو الذي حضر مؤتمر مرتدي الزي الخاص بالمتطوعين عشان يشكرهم طبعا، لان المتطوعين دول ادوا اكيد مجهود كبير جدا، هو قال انا بشكرهم من كل قلبي لان هم عملوا مجهود كبير جدا على مدار تنظيم البطوله واللي خلاص ناقص لها يومين وتخلص. في نقطه مهمه كمان نتكلم فيها، انفانتينو قال ان كاس العالم في قطر 2022 يعني حتى الان لسه هيبقى ب 32 فريق مش 48، لسه هيكون في تصويت في الكونجرس في الفيفا على هذه الجزئيه، هل من بدايه من كاس عالم في قطر 2022 هيكون في 48 فريق ولا لسه هيكون 32
30 فقط. قال لسه خلال الأشهر المقبلة هنبحث هذا الأمر، لكن كأس عالم 2026 أعتقد إن هيكون 48 فريق خلاص بشكل رسمي اللي هيكون في المكسيك وأمريكا وكندا، فلسه الأمور دي هتحسم خلال الفترة اللي جاية. في نقطة كمان مهمة قالها إنفانتينو، وهي إن كأس العالم في قطر 2022 هيكون من الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر. دي بصراحة غريبة لأن في مواعيد يعني وأجندة دولية وهيبقى فيها خلل كبير جدا، ومواعيد الأندية والمباريات الخاصة بالدوريات بجميع الدوريات في العالم، وهتكون بطولة في وسط الموسم. يعني احنا معتادين دايما إن بطولة كأس العالم بتبقى في الصيف بعد انتهاء الموسم، فبالتالي بتتلعب في الفترة دي وبعد كده يبتدي موسم جديد. لكن بصراحة الفترة اللي هتكون فيها بطولة كأس العالم في قطر من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر هتكون صعبة شوية. أيضا اتكلم على أطفال الكهف وقال إن هو كان يتمنى إن هم يحضروا نهائي كأس العالم، لكن الأطباء حذروا من حضورهم خلال الفترة الجاية. وقال كمان إحنا كنا نتمنى وكنا بنحاول إن هم يحضروا كأس العالم الفترة القادمة. خليني اقول لكم خبر اخير بسرعه خاص بتشيلسي، وهو ساري الاقرب لخلافه كونتي في تدريب تشيلسي. كونتي زي ما احنا عارفين حقق بطوله الدوري في اول موسم ليه مع تشيلسي الموسم قبل اللي فات، وبطوله كاس الاتحاد الانجليزي الموسم اللي فات، فبالتالي الفتره دي يمكن خلاص يعني تشيلسي استغنوا عن كونتي ووجهوا لي الشكر. الاقرب ماوريسيو ساري مدرب نابولي، وده مدرب مميز جدا بنسبه كبيره، هو اللي هيتولى خلاص تدريب فريق تشيلسي خلال الفترة المقبلة. تشيلسي مش هتشارك في دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد. دي طبعا أو ده طبعا كان آخر خبر معنا في نشرة النهاردة، استنونا ونشرة جديدة. لكن خلينا أقول لكم أن هيكون في كلمة كابتن محمود الخطيب اللي قالها امبارح، هيكون في قعدة ليها بعد انتهاء من النشرة مباشرة، ونتكلم فيها في العديد من الأمور الهامة وبيتم كل جمهور النادي الأهلي تابعوها بعد النشرة. وطبعا دي كانت أخبارنا النهاردة وكل ما يخص النادي الأهلي وبعض الأخبار المحلية والعالمية. استنونا ونشرة إخبارية رياضية جديدة إن شاء الله من قناتكم المفضلة دائما قناة النادي الأهلي. إلى اللقاء.